مع بدء خوض الأسرى القابعين خلف سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام لتحقيق كافة مطالبهم، انطلقت مسيرة جماهيرية في مدينة طول كرم للتضامن مع الأسرى المدربين لدعمهم ومساندتهم في معركة الأمعاء الخاوية. هبت جماهير محافظة طول كرم بكافة مؤسساتها وقطاعاتها لتلتف حول نداء الأسرى، حول الوفاء لقيادة الأسرى والأسرى الأسير القائد مروان البرغوثي الذي أصر على قيادة معركة الحرية والكرامة، معركة الأمعاء الخاوية، معركة الانتصار لكل الأسرى ولقضية الأسرى العادلة. آن الأوان للمجتمع الدولي والحكومة الإسرائيلية أن تتعامل مع الأسرى كأسرى حرب وليسوا كأسرى جنائيين، وأيضا على الحكومة على المجتمع الدولي أن يطبق القانون والقانون الدولي الإنساني على حكومة الاحتلال. أن تسجن وتسلب منك الحرية لسنوات طوال تجربة قاسية خاضها الأسرى المحررون والمشاركون في هذه المسيرة ليبرقوا رسالة تضامنية لإخوانهم القابعين خلف القضبان لإثبات الصمود في وجه الاحتلال. نحن هاي الحالة عشناها، حالة الإضراب عن الطعام، خضنا الإضراب أكثر من مرة، والإضراب هو يعني خطوة دائما تصعدية من قبل الأسرى، هي أعلى خطوة ممكن نقوموا فيها لتحقيق يعني مطالب حياتية بدرجة الأساس، لأنه دائما السلطات الاحتلال أو الشباس سلطة مصلحة السجون دائما بتقوم بهجمات شرسة على الأسرى بتحاول تسحب إنجازاتهم. هاي الوقفات التضامنية لأنها بترفع من معنويات الأسير. أنا قضيت هذه الرحلة اللي كانت صعبة علينا مع الأسرى، هاي بتكون رحلة كتير 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 صعبة، أيام مريرة، لحظات قاسية عليهم، فياريت كلياتنا نمدهم بإيد العون ونوقف معهم وقفة صمود أكبر من هيك. ألم الفراق لا يعادله ألم، وفراق أم لابنها الأسير وجع صارق لكل فرحة وابتسامة من قلبها، تاركا جوفا عميقا بينهم. هو حمزة أصغر أولادي، يعني صار عندنا هيك نقص في البيت، مش حاسين لا بفرحة ولا إشي. يعني كان عرس أخوه قبل أسبوع بس ما حسينا بالفرح، يعني على عيون الناس أما بتاخذنا نعتصر ألم، والحمد لله على كل حال. له 14 سنة في النقب، يعني قاس كل ألوان العذاب والحرمان وما خلاش شيء يعني لما شافه. بتمنى إن شاء الله إنه الله يفك أسره، وطالب برضو زي ما قلت لك بجثة أخوي الثاني الأسير، يعني جثة أسيرة، يعني الميت أسير والحي أسير، بتمنى إنه الله يفرج عنهم اثنين. مطالب عديدة للأسرى المضربين عن الطعام واحتجاج على قرارات الاحتلال التعسفية بحقهم، فكان للإضراب في يوم الأسير الفلسطيني وحدة نضالية للحصول على مطالبهم كافة. كما هي العادة وكما هم أسرى الحرية يقفون وقفة رجل واحد في 17 من نيسان من كل عام، وكما هم أبناء فلسطين مساندين لهم في هذه المسيرة للتضامن مع فرسان الأمعاء الخاوية. لتلفزيون الفجر الجديد، ريهام أبو حبله.